الآن الدعوة السلفية انتشرت، وما في راجل ولا مرة من شيوعيين ولا بعثيين ولا العلمانيين عموما ولا الصوفية ولا الجبهجية ولا التكفيرين ولا السرورية ناس عبد الحي ولا غيرهم قدر يجابها الدعوة السلفية دي وجه لوجه. هيكبروا لكن النجام جايكم. قام دخلوا فيكم أبطال بتاع فيسبوك وشنو ما عارف واتساب وغيره. أنتوا الآن مشهورين، ما يميز الدعوة السلفية الرد على شنو؟ أهل البدع، وعدم السكوت عن الباطل وقول الحق وعدم تأخير البيان عن وقت شنو؟ الحاجة. قام دخلوا لكم بنفس الباب ده. مين كده؟ عمر سالم سجم رماد، شفت كيف؟ ويرفع لأخواننا وسود الدعوة السلفية، أخواننا يشتركوا معاه ولا بيعملوا شنو بالفيسبوك؟ المهم بيخشوا معاه يبقوا بصفحته كتار، انتوا بعد فسروها بالفيسبوك، يخشوا معاه يبقوا كتار جوا، كتار بالآلاف. أول ما بيجوا آلاف معاه سلفيين، لأنه غشاهم بمقاطع شيوخ السلفيين ودعاة السلفيين، طوالي بيجي يرفع ساحة الفداء، وبيجي يشكر في الكيزان، وبيجي يشكر في عمر البشير. يا ناس دي مراحل، أنا داير تفهم الواقع ده. بعد ذاك بس في قواعد بسيطة أذكرها والموضوع انتهى. طارق السويدان اشتغل نفسه شغل المراحل ده، لو بتتذكروا أيام الأشرطة ما كان في يوتيوب ولا غيره، أنت صغار خلاص إلا وصاب، كان كاسيت، شريط كاسيت بيعمل ألبوم كبير قصص الأنبياء، قصة آدم عليه السلام شريط الأول، الوجه الثاني إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، بعد ذاك قصص الصحابة عمر وبكر رضي الله عنهم، بعد ذاك قصص أمهات المؤمنين، والناس بيحبوا القصص، يفتحوا الشريط الواحد لما يريل. طارق السويدان قام طلع في الجريدة عندي في البيت، قال أنا قسمت حياتي لمراحل، المرحلة الأولى وهي المرحلة القصصية وهدفي منها تجميع الناس حولي، أما المرحلة الثانية هي بث أفكاري. فجأة قال أنا ما عندي مشكلة تعترض على الدين، تعترض على الإسلام، تعترض حتى على الله ورسوله، ما عندي مشكلة، بس شنو دي مرحلة شنو؟ بس ليبتين نحن نتمرحل مع الناس، يجي واحد يا مرحلنا نحن نتمرحل معاه، تلب يقع بينا جوا الحفرة الأولى، نحن وراه تلب جوا الحفرة الأولى، خشومنا لما نتملي طين نطلع تاني الجوز فوق، تلب نقع في الحفرة الثانية الطين ليه نخريننا. يا جماعة ليبتين الواحد يكون فاهم. يا أخي النبي عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن عساكر وصححه الألباني في السلسلة، قال إن التأني من الله تعالى والعجلة من الشيطان،